السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد ماهر. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الفوتوشوب. في الدرس ده هنتكلم شوية عن الشادو. الدرس ممكن يكون طويل شوية، معلش نستحمله، بس احنا هنجمع خصائص الشادو أو الظل اللي بيجي في الأشكال والكتابة في الفوتوشوب. هنتعلم ازاي نعمل شادو في الشكل اللي انتوا شايفينه ده تحت الأحرف، وهنتعلم ازاي نعمل الشادو أو الظل اللي تحت الكلمة بالشكل ده، واللي تحت الاشكال زي ما انتم شايفين كده، وازاي نعمل شادو او ظل لاشخاص. نبدا على طول علشان ما ناخدش وقت. هنفتح عمل جديد في الفوتوشوب. نبدا الاول مع الاشكال ازاي نعملها ظل. وليكن انا هرسم مربع، عايز اعمل ظل للمربع ده، اعمل له رسترايز. عايز اعمل ظل للمربع ده ويطلع لي بشكل احترافي. تعالوا نشوف. هنفتح طبقة جديدة ونخلي الطبقة تحت، ونحدد اللون الاسود. هناخد اداة البين تول، وهنرسم الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنضغط على كنترول وانتر ونعبي الشكل ده باللون الاسود زي ما انتوا شايفين كده. ممكن ناخد الشكل نرفعه فوق شوية، طبعا احنا عاملين حسابنا ان الشكل تحت اللير الرئيسية. هنضغط على فلتر بلار، جيزين بلار، ونعمل له بلار بالطريقة ديت، وهتخفف الاوباسيتي بتاعته شوية، هيظهر عندك بالشكل ده. عايز ادي اخليه مثلا هنا لون كاتم اسود وهنا لون فاتح، فعندي طريقتين. تعالوا نشوف. هنعمل ماسك، وهنروح على اداة الجريديانت طبعا، ونخلي بالنا الماسك اللون الاسود فوق والابيض تحت، وهنسحب كده هيظهر عندي بالشكل ده. لو طلع عندك مش مظبوط تظبط السحبة بتاعتك شوية بالشكل ده. ادي الشادو ظهر عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن نديه كمان بلار ونزود البلار، طبعا ندي البلار على الشكل مش على الماسك. نزود الاوباستي بتاعه شوية، فظهر عندي الظل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نقدر بقى ناخد منه كوبي ونعمل له اداة ترانسفورم هوريزونتال، ونسحبه نحطه في الجهة التانية. اصبح الشكل التصميم عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده الشكل الاول من الظل. طيب انا لو عايز اعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده هعمله ازاي؟ هروح على الشكل بتاعي. تعالوا نصغر الشكل ده شوية علشان يجي التطبيق معنا. هروح على الشكل بتاعي، هفتح طبقة جديدة واخليها تحت الطبقة اللي انا عايز اعمل لها الشادو، واختار اداة البن، وهضغط هنا نقطة هخليها تحت او على الحد الاخير في المربع، وهضغط هنا وهضغط هنا كده، وهضغط على شيفت وهضغط هنا، وبعدين هقفل وهضغط على كنترول وانتر وعبيها باللون الاسود، وهروح هديها فلتر بلار جيزيون، وهتظهر عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب تعالوا ناخد تطبيق تاني على الشادو بحيث انه يدينا شكل احترافي اكتر. انا هاخد اداة الريكتانجل وهرسم مستطيل بالشكل ده، وهدي المستطيل اي لون وليكن اديته اللون ده. هعمل دوبليكيت من المستطيل اللي انتوا شايفينه ده، هضغط على كنترول وجي هعمل له دوبليكيت، وهروح على النسخة اللي تحت اديها لون اسود بالشكل ده، وهروح على النسخة اللي فوق
هضغط على السهم الأبيض وأحدد النقطتين دول، وبأسهم الكيبورد أحركهم كده. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما خلصت حركت لي الاتجاه اللي انا عايزه، هروح على الريكتانجل اللي هو بالاسود، هضغط عليه كليك يمين واختار راسترايز لير، وهروح على فلتر بلار جيزن بلار واديه بلار، هضغط اوكي وهضغط على السكيل ازود الحجم بتاعه شويه، هضغط على ابلاي وهضغط على ايقونة الماسك واتأكد ان هنا اللون الاسود فوق واللون الابيض تحت، واختار اداة الجريديانت وهسحب لفوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا اخلي الجريديانت معايا متناسق شوية وهزود، فظهر عندي التصميم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الفكرة هنا ان اخلي الشادو من هنا خافت ومن هنا لون اسود قاتم زي ما انتم شايفين بالشكل ده، فديت فكره الجريديان. انا لو مش عايز استخدم الجريديان زي ما انتم شايفين، طبعا الجريديان عشان استخدمه لازم يكون عندي اللون الاسود فوق والابيض تحت، واختار الاختيار الاول واختار الشكل رقم واحد اللي انتم شايفينه ده. لو مش عايز استخدم الجريديان في عندي طريقه ثانيه، انا بعمل ماسك وبحدد اداه البرش واحدد فرشة ناعمة، واخلي البراش عند الاوباسيتي بتاعتها وليكن 30%، وهكبر حجمها وابدأ امسح. بالطريقة ديت بقدر اعمل التدرج بتاعي زي ما انتم شايفين. نيجي نزود ل100% ونبدأ نديها تدرج من هنا كده، وممكن نقلل الاوباستي بتاع الشكل زي ما انتم شايفين، بيطلع الشادو او بيطلع الظل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يبقى كده اتعلمنا ازاي نعمل الظل في الاشكال بالشكلين اللي انتم شفتوهم دول. تعالوا بقى نشوف ازاي نعمل ظل في الكتابة باشكال زي ما انتم شايفين كده. ادي عند الكتابة، انا هاخد نسخة من الكتابة ديت هعملها دوبليكيت، هسحبها احطها على قائمة على ايقونة انيو لير، او هضغط على كنترول جي، هروح هنا هضغط على بانل اوبشن وهزود حجم البانل شوية علشان اشوف، هاجي على النسخة اللي تحت هضغط على الطبقة اللي تحت وهعبيها باللون الاسود، هنعبيها باي طريقة، انا كل مرة هستخدم طريقة علشان نشوف اكتر الطرق اللي احنا هنعبي بيها. انا هضغط على كنترول واضغط على الطبقة اللي هي الشفافة او الطبقة المنقطة ديت، واروح على قائمة ايديت واختار فيل، ومن هنا هختار كلر واديه اللون الاسود، وهنضغط اوكي وهضغط اوكي، هلاقي الطبقة عندي بقت باللون الاسود. هروح افعل الطبقة التانية، هاجي دلوقتي هستخدم بقى ايه، هروح على الطبقة اللي هي باللون الأسود، وهروح على أداة السموج وهكبرها شوية وهسحب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هسحب في المناطق اللي انا عايز أظهر فيها الظل. طبعا انا بكبر بحرف الدال في الكيبورد وبصغر بحرف الجيم، طبعا كل ما اكبر الاداة كل ما يطلع معايا الشكل افضل. عايز بقى ارجع الشكل ده تاني طبيعي لانه اتسحب معايا، فانا بصغر وبسحب لجوه كده، اسحب حرف الميم ده
ادي الشكل اللي احنا عملناه. بنروح بقى نقلل الاوباسيتي بتاعه وممكن ندي بلار، بس في الحاله ديت في حاله الكتابه ما نزودش الجيزن بلار، بنخليه نسبه بسيطه علشان ما يتشوهش معايا. فبتظهر عندي الكتابه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. الطريقه الثانيه همسح ديت كده. الطريقه الثانيه انا هاخد دبلوكيت من الطبقه ديت، هضغط على كنترول جي وهروح اعبي الطبقه اللي تحت باللون الاسود، هحددها زي كده، هضغط على كنترول واضغط في اللير وهضغط على الت وديليت لو كان اللون الاسود عندي فوق، او كنترول وديليت لو كان اللون الاسود عندي تحت، فتعبت باللون الاسود زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هلغي التحديد وانا واقف على اللير اللي باللون الاسود، هروح على ايديت واختار ترانسفورم واختار وورب وابدا بقى اطلع الحروف اللي انا عايز اطلعها بالشكل ده. طبعا اداة السموج بتدي شغل افضل من اداة الوورب، بس نعرف الطريقتين. بعد ما خلصت هضغط على ابلاي وهقلل الاوباسيتي بتاعها شويه، ممكن اديها كمان جيزن بلار بالشكل ده، وبعدين هبدا بقى ارجع اظبط الشكل اللي انتم شايفينه. هعمل عليه ماسك وهروح اختار الفرشه، فرشه ناعمه لون الاسود فوق، وابدا اشيل الاماكن اللي انا مش عايز يظهر فيها الشادو. طبعا بالماسك هتحكم في المناطق اللي عايزها تظهر بس. هيظهر عندي الظل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بالطريقه ديت قدرت اعمل ظل مميز للكتابه. تعالوا بقى نشوف الشكل الثاني من الظل. انا عايز اعمل شادو تحت الجزء ده بحيث يكون كنظام مثلا ثلاثي الابعاد او كده زي الشكل اللي انتوا شايفينه ده. الظل ده بيتعمل بطريقتين. الطريقه الاولى انا هفتح طبقه جديده وهقف هنا وهضغط على مفتاح دي في الكيبورد بحيث يبقى اللون الاسود فوق والابيض تحت، واختار اداه الجريدينت واحدد الاختيار الثاني وهضغط هنا كده وهختار الاختيار رقم 2 اللي هو اسود وشفاف، وهاجي هرسم دايره كده. هتظهر عندي الدايره بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هضغط على اداه الموف تول واعمل لها سكيل كده، وابدا اشيلها احطها تحت الشكل واعمل لها اقلل اوباسيتي بتاعها شويه، وممكن اعمل لها بلار علشان يكون في تشوه في الظل. بيظهر بقى بالشكل ده، فبقدر اخليها تحت الشكل مباشرة بتظهر بالطريقة ديت، او اقدر اخليها تحت الشكل بشكل اكبر او بمساحة اكبر فبتظهر بالطريقة ديت. زي ما انتم شايفين ده الظل اللي بنعمله. طب تعالوا نشوف الطريقة التانية بقى. الطريقة التانية سهلة جدا وبسيطة، بس انا بفضل الطريقة اللي شرحتها الاولى ديت لانها بتدي تأثير افضل. الطريقة التانية تعالوا نشوفها ببساطة. هنخلي اللون الاسود فوق، هنختار الفرشة، نحدد فرشة نعمل هاردنس فيها صفر، ونكبر حجم الفرشة للحجم اللي احنا عايزينه. طبعا نفتح طبقة جديدة تحت الشكل اللي احنا عايزين نرسم، وهنضغط كليك بس مش اكتر. هنعمل لها سكيل، نختار اداة الموف ونعمل لها سكيل، ونبدا نضيفها في المكان اللي احنا عايزينه. هذه بكل بساطه الظل بالطريقه الثانيه. تعالوا بقى نتعرف ازاي نعمل ظل للاشخاص
بالشكل ده. انا عندي شخصية، هعمل دوبليكيت للشخصية ديت من كنترول جي او اني اشيلها وحط على نيو لير، وهروح على الطبقة اللي تحت احددها كده، هضغط على كنترول واضغط على الطبقة، ولو اللون الاسود عندي فوق اضغط على الت وديليت، لو اللون الاسود تحت هضغط على كنترول وديليت في الكيبورد، هتتحدد باللون الاسود بالشكل ده، هضغط على كنترول دي عشان اشيل التحديد. طيب انا عايز اعمل لها اماله، عندي اكتر من طريقة اعمل بيها امالة للشكل اللي انتوا شايفينه ده، هعمل منه كوبي بحيث ان انا ارجع له تاني وهشيل الكوبي. تعالوا بقى نشتغل على الشكل اللي فوق، عند الصورة وعند الظل بتاعها عايز اعمل امالة سواء على اليمين او على الشمال. طب اعملها ازاي؟ انا عندي النقطة اللي هنا ديت، النقطة ديت الكورنر او السنتر بتاع الدوران بتاع الشكل، يعني انا لو لفيت الشكل كده هيكون ده السنتر بتاع النقطة. طيب انا لو شلت النقطة ديت وحطيتها هنا كده وجيت عملت دوران، فهيكون ده السنتر بتاع النقطة. هاجي اعمل دوران، هاجي اعمل دوران هلاقي الشكل بقى معايا بالشكل ده، بقدر بقى اشيله واظبطه زي ما انتوا شايفين كده. ممكن اعمل دوران للجهة التانية، يبقى انا بتحكم في الكورنر بتاع الشكل زي ما انتوا شايفين كده. عملت دوران، بعد ما اعمل دوران ادي الشكل بتاعي، بعمل عليه ماسك وزي ما قلنا اللون الاسود فوق والابيض تحت، وبروح على الجريدينت وبسحب كده فبيظهر بالشكل ده، اقلل الاوباست بتاعه وكمان هديه بلار علشان يكون فيه تشوه في الظل. نعمل بلار على الشكل مش على الماسك، الحته ديت انا بتلخبط فيها دايما. تقدر بقى تظبط مكان الشكل بتاعك بالطريقه اللي انت عايزها. ده الطريقه الاولى. طيب الطريقه الثانيه، هنروح نعمل طبقه باللون الاسود من نفس الشكل، وهنروح هنختار اداه ترانسفورم و السكيل، وطبعا هجيب الكورنر ده احطه هنا او السنتر ده احطه هنا كده، وهضغط بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين بعمل الظل باحترافية، دخل الظل ورا الشكل بالطريقة ديت، وبعد ما اخلص بضغط على فلتر بلار جيزيون بلار واقلل اوباسيتي واعمل له الماسك والجريدينت نفس الشكل بحيث يطلع معايا بالتأثير اللي انتوا شايفينه ده، واظبط مكانه. طبعا ممكن اعمل له سكيل شوية او ازود حجمه شوية واظبط مكانه اتجاهه فيبقى معايا الظل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو عايز اعمل في الجهة التانية بعمل في الجهة التانية. ديت ببساطة اشكال الظل اللي ممكن تحتاجها في التصميم بتاعك وفي الشغل بتاعك، اتعلمنا ازاي نعملهم. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا بالدرس ده، واشكركم على حسن المتابعة. انتظرونا في الدروس الجاية ان شاء الله. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.